السلام عليكم. اليوم إن شاء الله رح نكمل محاضرة رقم 9. هسا النيرفس سيستم بتكون من مجموعة من الخلايا، وأكيد مش بس النيرفس سيل أو النيورون هي الخلايا الأساسية، في عندي كمان خلايا سبورتينج سيلز، بس الخلية الأساسية اللي إحنا بتهمنا هي النيرفس سيستم. طبعا كثير حكينا عنها من سنة أولى وإحنا نحكي عنها. سيل بادي اللي فيها النيوكليوس والأورجينال، وفي عندي البروسيس اللي هم الأكسون والدينترايتس. وزي ما بنعرف انه اتجاه انتقال السيجنال بيكون من وين؟ من السيل بادي الى الاكسون. تمام. انواع النيورون بتقسم النيورون الى نوعين، according to number of the process and الطول. نبلش في number of the process، يعني هن بس شغل ذكر وحفظ. سودا يونيبولار اوكي، اللي هو بيكون زي هيك السيل بادي، وهيو اوكي هاي واحد دينترايتس اوكي، وطبعا باي بولر وملتي بولر. وين موجودات كل واحد؟ السيديون بولر كتير حكينا عنه بالسي ان اس، موجود في الجانجليون السنسوري جانجليون، يعني في الدورسال روت اذا تتذكروها في السي ان اس. تمام. هاي هالبوستيريال روت اوف جانجليون والتراجيمينال. وايل الباي بولر موجودة في السبيشال سيلز. مين هم السبيشال سيلز؟ السيلز اللي بتخليني اشوف، السيلز اللي بتخليني اشم، السيلز اللي بتخليني اسمع، الفيستيبولار جانجليا. اما الملتي بولر اللي هي موجودة في السي ان اس، يعني معظم السي ان اس السباينال كورد والبرين. اوكي، شو نوع النيوران اللي فيهم؟ ملتي بولر. هاي اول نقطة. النقطة الثانية، ثاني اشي رح نحكي عنه اللي هو اللينجث اوف اكسون. في عندي نوع الاول جولجي تايب 1 النيورون تبعته بتكون طويله كثير، يعني خلينا نحكي مثلا هاد. وين راح تكون منطقيا؟ التراكت اللي نازله من البرين مثلا للسباينال كورد، يعني التراكت الموجوده في البرين للسباينال كورد اللي هي البيريميدال تبعت السيريبرال السيريبيلر الى اخره. تمام. وايل النيورون الثاني اللي هي شورت اكسونز تبعت الانهيبيتوري، تتذكروا لما كنا نحكي في السي ان اس انه انا في عندي النيورون وفي ممكن النيورون تاني يعمل له انهيبيتوري، مثلا هذا النيورون يعمل له انهيبيتوري علي يأثر عليه، فهذا النيورون اللي رح يروح يعمل انهيبيتوري للنيورون التاني بيتميز انه طوله شورت اكسون. طيب عشان نكون مقدمة انه زي كيف هسه رح نحكي، هسه النيرف بتكون من اكسون وسيل بادي. السيل بادي رح يكون جواته نيوكلياس وسيتوبلاز. السيتوبلاز رح يكون في الاورجينالز ورح نحكي عنهم كلها، رح يكون في عند الانكلوجن اللي هم البيجمنتيشن اللي رح نحكي عنهم. حنبلش في اول اشي بالسيل بادي اللي هو بنسميه البري كايرون. تمام. النيوكلياس، النيوكلياس اللي فيه ايش مالها؟ موجودة سنترال بالنص وفي جواتها بروميننت نيوكليولس. هل في كل الجسم او كل الستركشرز النيوكلياس موجودة سنترال؟ لا، بدنا ننتبه لهاي النقطة زي ما حكينا دائما الاستثناءات، انه في بعض الاماكن زي الاوتونوميك جانجليون والكاليركس كولومن النيوكلياس موجودة انسينتريك. اوكي، يعني من هذا السلايد بهمنا نعرف انه النيوكلياس بشكل عام بس بالنيوران موجودة سنترال، لكن في بعض الاستثناءات موجودة انسينتريكس اللي هي في الاوتونوميك جانجليون وفي الكاليركس كولومن. خلصنا هيك اول نوع اللي هو النيوكلياس. صرنا ندخل على السيتوبلازم، اول اشي خلينا نحكي عن السيتوبلازم، رح نحكي عن الميتوكوندريا. الميتوكوندريا معبية اوكي في السيتوبلازم اللي هو تبع السيل بادي، ومش بس في السيل بادي، موجودة كمان في البروسيس، يعني مش يعني خلينا مثلا الونها في الاصفر انه في الاثنين موجودات اكيد طبعا ما انا بدي الطاقة. ثاني اشي عندي الجولجي كومبلكس برضو موجود في السيل بادي حوالين النيوكلياس. اوكي، طبعا شو وظيفة الجولجي كومبلكس اذا تتذكروا؟ كان هو ياخذ البروتين ويصنف البروتين، يعمل له بروسيسنج للبروتين، يعالجه، يعمل له سورتنج، يعني هاي الوظيفة الاساسية لإله. واللاسوسوم برضو موجود انا عندي بالسيتوبلاز اللي هي عشان تقضي على الاجسام الغريبة، ورح نحكي لو قدام انه اللايسوسوم رح مع الايجنج رح تصير تتعبى فات. فاذا صنا ماخدين ثلاث ستراكشرز من السيتوبلاز، الميتوكوندريا اوكي اللي موجودة في السيل بادي والبروسيس، الجولجي كومبلكس واللايسوسوم. رح نحكي عن هذا الاشي الجديد اللي هو النيزل بادز. النيزل بادز اول اشي شو هو النيزل بادز؟ النيزل بادز عبارة عن الرف اندوبلازميك ريتيكولم.
اوكي هو ستراكشر كبير ماشي بيزوفيليك، وهي نعمل لونينها بالازرق عشان نربط. ستراكشر كبير بيزوفيليك، هذا الستراكشرز هيو ايش ماله؟ مسؤول عن تصنيع البروتين. اوكي هسه بما انه مسؤول عن تصنيع البروتين فمفروض اني انا الاقي عنده في او حواليه في ريبوسومز. خليني احكي بس شغله هون، الدكتور في هاي المحاضره خصوصا في كثير شغلات ما كان يقراها من السلايد، يعني كان يحكي كم معلومه يروح على اللي ورا، يعني زي كان يعني كان مركز على شيء معين وفي شغلات ولا يهتم لها ولا يقرا لها. يعني مثلا من هذا السلايد كان يركز انه نيزل بدي اول شيء واهم شيء تعرفوا انها موجوده فقط في السيل بدي والدينترايتس. كيف يعني؟ يعني مش موجوده، هي موجوده في السيل بدي اللي هي تبعت السيتوبلازم والدينترايتس. يعني لو اجانا سؤال هل موجوده في الاكسون تبعي والاكسون هيليكون، لا مش موجود الهيلوك. طب شو هو الاكسون هيلوك؟ الاكسون هيلوك اللي هي الانيشيشن سيجمنت اوف ذا ايش اكسون، يعني اول نقطه ببلش فيها عندي الاكسون هي بنسميها الهيلوك. هذا النزل بدي مش موجود فيها. اذا مره ثانيه، ما هو النزل بدي؟ هو او النزل جرانيول هو عباره عن الايش الرف اندوبلازميك ريتيكولوم اللي موجود في السيتوبلازم تبعت السيل بدي والدينترايت، ومش موجود في اللهم صل سيدنا محمد، مش موجود لا في الاكسون ولا في الاكسون هيلوك. طيب ايش وظيفته؟ حكينا وظيفته انه يعمل سينتيسايز للنيو بروتين. طيب طبعا بنسميه كروموتوفيليك سبستانس لانه لما اصبغه بيعطيني لون له، يعني لون ما هو بيزوفيليك. ومهمه نقطه انه هو اول ساين يعني بتظهر انه انا صار في عندي ديجينيريشن للنيورون. اوكي انه بصير في عندي بريكنج داون لنزل بدي، بتبطل موجوده. كيف يعني؟ بصير لها ديس انتجريشن، بتبطل متجمعه على بعض. فلما تبطل هاي الاندوبلازميك ريتيكولوم متجمعه على بعض فانا بعرف انه انا صار في عندي ديجينيريشن للنيورون. في فكره حكي عنها هون الكريماتو لايسس. كريماتو لايسس يعني تحليل، كريماتو لا الاشي يعني الغامق خلينا نحكي او المصبوغ، فمجرد يعني كانه بحكينا اذا تعرضت الخليه نفس الحكي لستريس او دمج فبصير انا اسمي العمليه كريماتولايسيس. نحكي عن النيوروفيلمنتس والنيوروتيوبس والسنتريول. الدكتور كيف حكى عنها؟ اول اشي حكى انه النيوروفيلمنت هي السكيليتون تبعت الخليه، يعني انا بحافظ على السكيليتون والشيب تبعت الخليه او اللي يعني المظهر تبعتها اوكي من خلال السكيليتون. طب شو هي؟ هي تربط المايكروتبيول مع بعض على شكل بندل، ما في صوره معينه. طيب كيف يعني؟ هسه تتذكروا المايكروتبيول هي عباره عن خيوط فيلمنتس اوكي عملت لي زي عمدان الخليه، خلينا نحكي مثبتيت للخليه، يعني اذا هي هم هيك بكونوا تمام. مربط لي هاي المايكروتبيول اشي اسمه نيوروفيلمنت، فهي بتعمل البروفايد الانترنال سبورت للنيرف سيلز. اذا هي بتعمل لينكر، يعني بتربط لي المايكروتبيول مع بعض. فلما تربط لي المايكروتبيول مع بعض كانها عملت لي سبورت للنيرف سيلز. هاي اهم المعلومات اللي بدكم تعرفوها على النيوروفيلمنتس. بالمقابل النيوروتبيول اهم شيء حكى عنها الدكتور اللي ركز عليها انها بتساعد في الترانسبورت. كيف يعني؟ يعني لو انا مثلا بدي انقل ويست ماتيريال او اي اشي من برا لبرا الخليه بتتم عن طريق النيوروتبيول، وبرضه بتحافظ على شكل الخليه. ومش بس ذلك، بتساهم في الريجينيريشن، يعني الها اكثر من وظيفه، انها بتساهم بالريجينيريشن، بتساهم انها تحافظ على الشيب اوف ذا سيل، وبتحافظ وبتساهم انها تنقل الترانسبورت الماتيريال جوا الخليه. هاي النقطه المهمه واللي بتوقع اذا الدكتور بده يجيب سؤال رح يجيب عليها. السنتروليول، السنتروليول بالوضع الطبيعي مستحيل تنقسم، وكل وظيفتها برضو تحافظ على المايكروتبيول. يعني هاي بتربط لي المايكروتبيول اوكي، هاي بتحافظ على المايكروتبيول. لكن لو انا شفت سنتريول، لو هيك بيجي السؤال انه صرت شفت هديفيجن، فهذا الاشي بدل انه انا في عندي خلايا تيومر، في عندي تيومر سيلز وهي اللي قاعده بتعمل ديفيجن.
فنركز على هاي النقطة إنها ما رح تنقسم إلا إذا كان في عندي تيومر سيلز. فإحنا هيك بنكون خلصنا إيش المكونات الإيش السيتوبلازم من ناحية الأورجنز. بندخل على الإنكلوجنز وبنحكي عنه إنه أنا في عندي اللايبوفيوجن بيجمنت اللي هي يالو براون بيجمنت بتزيد مع تطور الإيج. يعني أنا بيجمنت لونها من يالو لبراون، كل ما زادت الايجنج تبعت الخلية فأنا بلاحظ إنه البيجمنتيشن زادت، تمام؟ يعني أنا في عندي سي أنس ايجنج والملانين بيجمنت اللي كانت موجودة في السبستين في السبستينا نياجرا في الميدي برين إذا تتذكروها تبعت الباركنسون ديزيز. أوكي، يعني شغلات حفظها. الميديكال أبليكيشنز إيش بيحكي لنا؟ بيحكي لنا إنه ال immature nerve cells may produce tumors مثال عليها الميدلا بلاستوما، لكن بالوضع الطبيعي إنه هي نفس الفكرة اللي حكينا إنه الوضع الطبيعي الأدلت نيوران ما بتنقسم، يعني do not divide. مين اللي بيعمل divide أو مين اللي بينقسم؟ اللي بينقسم اللي هم التيومر سيلز اللي هم ال immature nerve cells اللي بتعمل لي التيومر، لكن الأدل تمام النيورون ما بتنقسم أو ما بتعمل النيورون ما بتعمل عفوا التيومر لأنها أصلا ما بتنقسم. أوكي، هيك إحنا بنخلصنا أول نوع اللي هو البروسز، عفوا خلصنا أول نوع اللي هو السيتوبلاز السيل بدي والسيتوبلاز تبعينه والنيوكليوس وإلى آخره من المحتويات. رح ندخل على النيرف سيلز إبروسز. النيرف سيلز إبروسز بتتكون زي ما اتفقنا الأكسون اللي هو هذا النقطة وبتتكون من الدينترايتس. نبلش في الأكسونز. طبعا الأكسونز ببلش في نقطة التقاطع اللي هي هاي الانيشيشال سيجمنت، تمام، اللي هي ما بين السيل بدي والأكسون اللي اسمها الهيلوك. وبنرجع بنأكد على النقطة المهمة ان زل بدي هاي اذا بدي يجيب عليها الدكتور سؤال مش موجودة لا في الهيلوك ولا وين في النيرف البروسيس اللي هو في الاكسون. طبعا الاكسون حكينا في ميتوكوندريا زيه زي السيل بدي، تمام، بس نوع الميتوكوندريا هون الثيرد لايك عامل زي الشرايط، ما هو حبل طويل فمنطقيا انه الميتوكوندريا انها تكون زي الشرايط. ثاني شيء اكيد في نيوروتبيول ونيوروفيلمنتس يعني زيه زي السيتوبلاز، تمام، ونوع. بس ايش اللي بيختلف عن السيتوبلازم؟ انه ما في نزل بديز. اذا اختلاف ما في نزل بدي هاي نقطة كتير مهمة. والنقطة الاهم انه نوع الاندوبلازم كريتيكولوم اللي فيه سموث نت رف النت رف، فهاي بدنا نركز عليها انه الرف كانت موجودة في السيل بدي والدينترايتس. اما في الاكسون ايش نوع الاندوبلازم كريتيكولوم؟ سموث. اوكي برضو هنا نفس الاشي حكى، يعني كمل الدكتور يحكي. طبعا ما في عندي رايبوسومز لانه ما في عندي اندوبلازميك ريتس رف اندوبلازميك ريتيكولوم، اصلا هي مش مسؤوله عن تصنيع البروتين. اوكي، ونفس الفكره انه بيحكي لنا انه السيل ممبرين تبعت الاكسون بنسميه اكسوليما بالمقابل السيتوبلاز بسميه اكسوبلاز. هون من السلايد لما اجى شرحه الدكتور حكى نفس الحكي حكينا ورجع حكى انه فكره انه انا بنقل السيجنال او الكوندكشن امبلسز بعيد عن السيل بدي. كيف يعني؟ من جوا اللي هي السيل بدي لبرا اتجاه النقل اللي احنا كلياتنا عارفينه. اوكي، الدينترايتس. الدينترايتس بتختلف عن الاكسون اول اشي انها هي عددها اكثر عامل زي الشجرة، هاي اول نقطة. هيهم ثاني شغلة انها اقصر شورت بالمقابل طلعوا الاكسون طويل. خلينا نشرح على هاي الرسمة، تمام. ثالث اشي انها ثيك وعاملة ترابينينج اند، يعني زي تضيق في النهاية عاملة ترابينينج في الانز. والنقطة الاهم انه الدينترايتس فيها النزل بدز اما هاي ما فيها النزل بدز او النزل جرانيولز، يعني هاي النقطة كثير مهمة او الاختلاف اللي بينهم. وبرضه نفس الفكرة انه ايش بتنقل عكس الاكسون، بتنقل من برا لجوا، يعني جاي من اتجاه السيل بدي. اوكي، عشان هيك بنسميها سنترا بيتال كوندكشن، اما هاي بنسميها سنترا فيجال.
اوكي فننتبه لاتجاه الانتقال. اوكي بحكي لنا عن الترانسبورت اثناء خلال الاكسون. هسا الوضع الطبيعي انه يكون انترو جريد. شو يعني انترو جريد؟ يعني اتجاه الانتقال يكون away السلبدي، بعيد عن السلبدي، تمام؟ هاي اللي ركز عليها الدكتور. الانتيروجريد اني بنقله بعيد عن السلبدي، حركة داخلية. الريتروجريد العكس. طيب كيف يعني؟ احيانا بعض السيتوبلازمي كومبورتمنت او الاشياء بتروح بينقلها تسلبدي، away تسلبدي. اوكي وهنا رح نحكي عنها اشي كثير مهم. متى بتصير عندي هاي الريتروجريد؟ هاي الريتروجريد بتصير انه اول اشي لما يكون انا في عندي بحاجة الاكسون انه يصير في عندي ريجينيريشن، فبصير في عندي ايش ريتروجريد فلولا سبستانس، تمام؟ اوكي يعني في الوضع الطبيعي نورمالي مش موجودة. متى بتصير؟ بتصير مثلا بتوقع انه هاي السيجنال بتصير لما تصير الاكسون بحاجة ريجينيريشن، يعني صار في عندي دمج في الاكسون، اعتبروا هذا الاكسون خرب، تمام؟ اوكي فانا عشان يعني اصلح هذا الخراب او اصلح هذا الدمج بتصير انا في عندي هاي الريتروجريد. اوكي طبعا هذا الريتروجريد وهو عم بيعمله هو عم بيطلع يعني بيمشي عكس التيار، فممكن انه نلاحظ انه رح يحمل يرجع معه فيروس زي الهيربس فيروس، ممكن يرجع فيه معه توكسن زي التيتانوس توكسن، تمام؟ يعني يجيبها من البريفيرال تيشو ويروح يوديها للسي ان اس، تمام؟ فاذا اهم معلومه بدكم تعرفوها عن الريتروجريد انه بينقل بعض المواد او السيتوبلازمك للسيل بدي، تمام؟ يعني وهذا الاشي عشان ما يخليها تتراكم في الفايبر تيرمينالز، فهذا الاشي رح يؤدي الى انه ينقل بعض الفيروس، ينقل بعض التوكسن من اللهم صل على محمد من البريفيرال تيشو يروح يوديها للسي ان اس. اخر نوع من الترانسبورت اللي هو الدنتريتك ترانسبورت، اللي هو لما يطلع انا من عندي هنا الدنترايتس، ايش كان يطلع من عندي؟ كان يطلع عندي بروتين اسمه الاسيتيل كولين استريز، تمام؟ عشان هيك الدنترايتس فيها النزل بدز، عشان هيك الدنترايتس فيها الايش الرف اندوبلازمك ريتيكولوم، لانها بتصنع بروتين. ايش هو البروتين؟ الاسيتيل كولين استريز اللي كان يدمر الاسيتيل كولين. اوكي في عندي هنا ديفرنس ما بين الاكسون والدنترايتس، اتفقنا انه الاكسون غالبا هو واحد سنجل، اما الملتيبل زي الشجره الدنترايتس thin long short عامل تربينينج في الاند، تمام؟ ما في عنده برانش الا في النهايه، لا برانشز سموث رف. اوكي الاورجينال اهم اشي ما في عندي النيزل، لا هنا موجوده، والفانكشنز راح يحمل ان الامبلسز بعيد عن السيل بدي هنا توورد السيل بدي. اوكي النيرف فايبرز، هسا انتو بتعرفوا انه احنا في عندي نيرفس سيستم بشكل عام بينقسم الى بي ان اس بريفيرال وسنترال. اوكي والسنترال كنا نحكي انه هو محوط ومحافظ يعني من ايش في البون، تمام؟ البريفيرال نيرفس سيستم هو موجود بيحكوا زي ما بيحكوها بالشارع. كيف يعني؟ يعني بين المسلز بين النيرف بين البون، عشان هيك دائما بتعرض لدمج، فعشان هيك لازم انه يصير له ريجينيريشن. طب كيف يصير له ريجينيريشن؟ من طريق انه هو محاط في الميالين شيث والنيورولما. طيب هل السي ان اس ما في عنده شيء يعني ميالين شيث؟ لا عنده الميالين شيث بس ميالين شيث اونلي ومش في كله، يعني هسه رح نحكي عنه، يعني ما في نيورولما. حنبلش وهون يعني الدكتور حكاها في يعني بالهيك من عنده من دون ما يقرا كثير شغلات من السلايد، هو كل فكرته يعني لما شرح هذا الموضوع اجى هون حكى انه انا في عندي الشوان سيلز، عشان نكون الشوان سيلز ايش عملت؟ بتيجي هاي الشوان سيلز حوالين الاكسون، هي الاكسون
فهاي الشوان سيلز بتيجي وبتعمل رول حوالين الاكسونز، بتبلش تلتف حوالين الاكسون، وهي بتلتف زي هيك حوالين الاكسونز رح تعمل لي الميالين. اوكي، وكانها هاي هيك تكون الميالين. اذا تكون الميالين شيف من خلال التفاف الشوان سيلز حوالين الاكسون. تمام، هاي اول نقطه. النقطه الثانيه، كيف تكونت النيورولما؟ النيورولما بيحكي لنا انه والشوان سيلز قاعده بتلتف حوالين الاكسون، بتروح بتزق ايش السيتوبلازم للطرف والنيوكلياس. تمام، فبتصفي الاوتر لاير. اوكي، الاوتر لاير اللي هي عباره انه الشوان سيلز ايش عملت، اللي هي عبارة انه الشوان سيلز عملت لهيك اوتر لاير. اوكي، هاي اللايرز والثين لايرز ايش مالها؟ فيها السيتوبلازم والنيوكلياس. تمام، فهاي بنسميها النيورولما. فاذا النيورولما الشيث، النيورولما الشيث تكونت لما الشوان سيلز ضلت تلتف تلتف تلتف. طبعا الشوان سيلز ما هي فيها سيتوبلازم، فهي كل ما زادت اللفة كل ما راحت حشرت السيتوبلازم على جنب. فآخر اشي رح نلاحظ انه السيتوبلازم انحشر فوق outer layers، عمل هيك thin layer، وهو اللي فيه يعني السيتوبلازم والنيوكليال عمل لي النيورولمال شيث. طيب اوكي، خلينا نرجع نشوف، نحكي عن نقطة مهمة جدا هسا. وهي عم بتلتف هاي الشوان سيلز عشان تعمل لي الميالين، رح تعمل ما بين الخلايا الرولينج سيلز، يعني ما بين الخلية والخلية، شوية سيتوبلازم محشور، يعني تابريت سيتوبلازم. هاي رح تعمل زي كليفت، هيو زي شق، هذا الشق يعني رح يكون جوا الميالين. يعني هي شوية بدها تخيل، ممكن لو تشوفوا فيديو صغير على اليوتيوب هيك ابو 50-60 ثانية بتكون واضحة الشغلة، انه كيف وهي بتلف حوالين الاكسون، هاي الاكسونز، فهاي الميلين لفت 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 فحشرت هون بالضبط هون. اوكي، شويه سيتوبلازم، هذا السيتوبلازم عمل لي كليفت. ايش اسمه الكليفت؟ اسكيدمت لانترمن كليفت. هذا الكليفت ايش حكى عنه الدكتور؟ حكى الدكتور انه اذا جيت وطلعتي من الميكروسكوب او صبغته تبعته، اوكي يعني بالصبغة تبعته وات ايفر كيف انت بتشوفها، اذا كنت شايفه فاعرف انه الامور تمام، وانه الميلين اللي انت عندك اياه هيلثي وما في عندي دمج ولا اشي. لانه لو ما كان موجود فاعرف انه انا صار في عندي دمج او صار في عندي دي جينيريشنز للنيورون. فممكن يكون من ضمن الاسئله اللي جاي في الامتحان ايش الاشي او الاستراكشرز او الاشي اللي بدل الى انه انا عندي الاكسونز او النيورون بشكل عام عندي اياه هيلثي. اوكي ماشي، هنا بيحكي لنا الفانكشنز تبعت الميلين او النيورولمال، الميلين والنيورولمال اللي هي بتوصل. اوكي، الامبلسز عندي اياها اسرع، يعني هاي متذكرينها من التوجيهي. تمام، انه لما تكون انا عندي اياها بتوصل التيار او خلينا نحكي الاكشن بتنشل بشكل اسرع، خصوصا اذا كانت الثيكر هيك انصح. تمام، واللارج دايمترز اكثر. اوكي، هون رح يحكي لنا انه الشوان سيلز هي اللي بتكونها، وهون كيف انها بتعمل رول اب. اوكي، نيجي نحكي عن النيورولمال والشوان سيلز برضه مره ثانيه. الشوان سيلز شيف يعني الميلين شيف. اوكي، اذا الشوان سيلز عملت لي وظيفتها الميلين زي ما اتفقنا، ورح تعمل لي ريجينيريشن. ايوه، فهون اللي بدنا نحكي عنها. مش احنا حكينا اول ما بلشنا في هذا الموضوع انه النيورون البريفيرال نيرف سيستم هو موجود بالشارع بين المسلز والنيرف. اوكي، فهو بحاجه الى انه اشي يضله، بحاجه الى لاشي يصلح الدمج تبعته. مين هو هذا الدمج؟ الميلين. طب مين اللي كون الميلين؟ الشوان سيلز. فاذا الشوان سيلز اهم اشي الها الريجينيريشن، دمج اكسون طبعا، والانسوليشن انسولشن لا نيرف امبلسز. طيب هاي الشوان سيلز من وين جاي؟ جاي من الجنين، من اي طبقه؟ مش هم ثلاث طبقات اكتو وميزو ديرم واندو ديرم؟ اوكي، جاي من الاكتو ديرم، وممكن تربطوها عشان ما تنسوا اكتو ديرم شوان سيلز فيها سي سي.
اوكي ماشي. طيب هل عندي برضو هنا اشي نقطة مهمة نحاول نربط المواضيع مع بعض، هل فقط الشوان سيلز هي اللي بتكون الميلين شيث والنيورو لمن؟ لا، اكيد في عندي اشي تاني اللي هي الأولجيدنتروسايت، لكن الأولجيدنتروسايت هاي الخلية بتكون فقط، هاي نقطة مهمة، بتكون فقط الميلين شيث، واي الميلين شيث الموجودة في السي ان اس. نركز في هاي النقطة، احنا اتفقنا انه الشوان سيلز هي اللي بتكون الميلين، هي اللي بتكون الطبقة العازلة او اللي حوالين الاكسون، تمام، الغلاف، الحماية، سموها زي ما بدكم، تمام. مين هي الشوان سيلز؟ صح، هي اللي بتكون هاي الميلين. طيب هل ما في، هل بس هي الخلية الوحيدة؟ لا، في عندي خلية تانية، ايش اسمها؟ اسمها الأولجودينتروسايت، تمام. لكن هل الأولجودينتروسايت بتكون النيورولما؟ لا، هي فقط إلها شرطين عشان تكون، تكون الميلين اللي موجودة في السي ان اس. واي الشوان سيلز بتكون الميلين والنيورولما اللي موجودة في البي ان اس. اوكي، التايبس اوف ذا نيرف فايبرز. هسا النيرف يا اما مايلينيتد يا اما ما عليه ميلين شيث. اوكي، طيب هاي الميلين ممكن يكون معها نيورولما وممكن ما يكون معها نيورولما، يعني زي كانه بدي احكي لي بدي اقسم النيرف فايبرز الى اربع انواع according to the myelin according to the neurolemma. كيف يعني؟ يعني لو كان انا في عندي مايلينيتد مع نيورولما، وهي الكومون واللي احنا بنحكي عنها اللي هي البي ان اس وكل النيرفز اللي موجوده بالبيريفيرال، تمام، وهي الموست كومونلي يعني. اوكي، هاي اول نقطة. النقطة الثانية، ميلين ماشي من دون ما انه يكون في عندي نيورولما، طيب هل في عندي؟ اكيد طبعا، ما احنا حكينا في بداية المحاضرة انه سي ان اس فيها ميلين بس ما فيها نيورولما، وكنا نحكي انه الميلين اللي كان يصنعها الأولجودينتروسايت، فهذا الاشي موجود. طب تحديدا السي ان اس كلياتها ميلينيتد نيرف من دون نيورولما؟ لا، اونلي الوايت ماتر، وهي كنا نحكيها في السي ان اس سابقا انه الوايت ماتر سميت وايت ماترز او هي وايت لانه فيها ميلين شيث. اوكي، طيب هل معقول انه يكون في عندي ميلين ما يكون في عندي ميلين ويكون في عندي نيورولما؟ يس. ليش؟ مع انه الميلين هي اللي كونت النيورولما، بس في عندي هاي النقطة اللي هو انه انا ما في عندي ميلين بس في عندي نيورولما، وين راح نلاحظها؟ في الاوتونوميك نيرفس سيستم وشوية بريفيرال نيرف فايبرز. طب كيف انه انا عندي ميلين، تمام، ما عندي ميلين، اوكي، وعندي نيورولما؟ بحكي لنا كالتالي، بيكون عندنا سنجل شوان سيلز، خلية واحدة راحت هاي الخلية تلف على اكثر من اكسون، تمام، يعني زي كانها بدها تقوم باكثر من وظيفه، فزي يعني ممكن انه الواحد يشبهها كتشبيه، يعني حسيت اكثر شيء تشبيه الها. كيف يعني؟ لما مثلا اذا خليه واحده راح تتلف على 5 6، تمام، تعملي لهم غلاف، شو بنتوقع يكون هذا الغلاف؟ كثير رقيق، كثير غلي، رقيق، كثير يعني باهي مثلا، ممكن نحكي فكاد لا يرى، تمام. فممكن انه نكون من يعني لا يعني نقربها من هذا المشهد، انه السبب انه انا في عندي اجت هي تلف، انا في عندي شوان سيلز واجت بدها تعمل ميلين، تمام التمام، والدليل على ذلك انها عملت نيورولما. بس شو الفكرة اللي صارت؟ الفكرة انها بدل ما تلف على اكسون واحد راحت لفت على السيبرال unmyelinated peripheral nerve. اخر اشي نت يعني ما عندي لا مايلينيتد ولا عندي نيورولما، وهي موجودة بالسي ان اس الجراي ماتر، صح، عشان هيك اصلا كنا نحكي عنها انه جراي ماتر ما فيها مايلين، وبرضه في نهايات العصبية النيرف تيرمينال اذا تتذكروا كنا نحكي في الاحياء بالتوجيه انه النهايات العصبية ما فيها مايلين شيث. اوكي، الستركشرز تبعت النيرف، اول اشي عشان نكون واضحين كيف بدنا ندرسها، انا عندي النيرف هيو نيرف واحد، تمام، هذا النيرف الاول. هسا هذا النيرف، او خلينا يعني اوكي، في عندي هذا النيرف هيو النيرف الاول محاط في
كونكتيف تيشيا ديليكيت شيث من الفازيكولار كونكتيف تيشيا بنسميها اندو داخليه اندو نيورون اندو نيورون اوكي ماشي. برضه في نيرف جنبه ونيرف جنبه هدول النيرفات تمام محاطات برضو زيهم باندو اللي هي عباره عن ديليكيت شيث من الفازيكولار لوز كونكتيف تيشيا اتجمعوا كلياتهم في بندل اوكي هيك في حزبه هدول اوكي وهاي الحزبه اللي هي مجموعه من النيرف فايبرز تمام او بسميها فيشيالاليس اوكي تحوطت وصار اسمها بري نيورون نيورون اوكي نفس هاي البندل كوناها ها مثلا وبرضه محاطة كل نيرف فايبرز في الاندو نيورون اوكي والمجموعات النيرف فايبرز انحاطت في البري نيورون ورحت جبت ايش كونكتيف تيشو كبيرة عملت للهول نيرف اوكي للنيرف كامل للفايبرز كامل هيك تمام كاملة اوكي هاي اللي بنسميها الخارجية الابي نيورون هيها هون على الرسمة واضحة هاي الاندو اللي حوالين النيرف اوكي هيها هون اللي حوالين النيرف مجموعات النيرف مع بعض اللي عملوا لي بندل واحدة سميناها البري نيورون والاكثر من بري بندل اوكي تحاوطت في الابي نيورون عشان هيك بحكينا انه لو صار عندي قطع كبير في النيرف حيبلش يعمل ريجينيريشن في عندي مشكلة انه النيرف على السريع يعمل فايبروسيس ما هو محاط بكونكتيف تيشيا فممكن انها تعمل فايبروسيس في الكونكتيف وتسكر تعمل لي اوبستراكشن في النيرف تعمل لي معوقة يعني تعمل لي عائق خلينا نحكي ما يخلي النيرف ينمو عشان هيك احنا على السريع بنعطي سبستانس بنعطي مواد انها تأخر او تمنع انه يصير في عندي فايبروسيس في الكونكتيف تيشيا اوكي يعني احنا هيك خلصنا تقريبا اصعب مواضيع في السلايد هسه مواضيع كتير سهلة الجانجليا اللي ركز عليها الدكتور في الجانجليا انه احنا في عندي في الجسم كله نوعين من الجانجليا اول اشي شو الجانجليا تجمع النيرف برا السي ان اس يعني نيرف 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 كلها هدول متجمعات في بندل اوكي ماشي خارج السي ان اس نوعين في نوع كيريوسوماتيك جانجليا ورح ناخد عليه السباينال جانجليا عشان السنسيشن والاتنميك اللي ماخدينه من سنة أولى السيمباثيتك والباراسيمباثيتك أول نوع اللي هو السباينال جانجليا إيش الفكرة اللي بيحكينا إياها واللي هو الغالب اللي بالأصفر هو اللي حكى الدكتور غير بغيره ما حكى عنه الدكتور يعني بحكيكم هاي المحاضرة كثير شغلات هيك كان الدكتور يحكي عامي بالعام يعني كل الفكرة هالسباينال جانجليا إنه مجموعة من الخلايا النيورون سيلز اترتبت مع بعض ترتبت كيف؟ ترتبت أول إشي على شكل جروب إذا أول إشي إنها هاي الخلايا ترتبت على شكل جروبز أوكي؟ هايها أوكي؟ هاي أول نقطة هاي الجروبز إيش نوع الخلية؟ الخلية نفسها شو نوعها؟ مش إحنا أخذنا إنه خلية according to the number of cells بتتقسم إلى ثلاث أنواع نوع الخلية اللي ترتبت على شكل جروبز سيدو يوني بولار سيلز هاي السيديونال بولار سيلز راحت في الاكسون تبعتها فصلت بين الخلايا اوكي راحت في الاكسون تبعتها فصلت بين الخلايا يعني زي كأنه بدي يحكي لنا انه المايلينيتد فصلت لجروب سيلز طيب اوكي والنيوكلياس تبعتها بحكي لنا ايش مالها موجودة سنترال جوا الخلية يعني من السنترال فعشان هيك اهم وصف للسباينال جانجليا انها عاملة زي عين البومة او عاملة زي شكل الوردة طبعا عدد الخلايا اللي متجمعة قليل relatively few اوكي عدد الخلايا relatively few طيب ممكن انه احنا نحكي عن الاشياء اللي ما حكاها الدكتور شكل هاي السباينال جانجليا فيوزيفور وين بتكون؟ بتكون في الدورسال روت اوف سباينال نيرف مش احنا اتفقنا انه النير إن من ورا لما يطلع بيكون لي السباينال جانجليا اوكي الاتنميك جانجليا
أما الأتنومي جانجليا التي تفرق عن سباينال جانجليا إنه الخلايا أول إشي مش جروبز هيك سكاترد مفرودة هيك يعني زي ما بيحكوها مفردة تمام أوكي هاي أول نقطة. النقطة الثانية الأتنومي جانجليا ما بتعبر عن الدورسال روت أوف جانجليا وتبعت السنسر بتعبر عن السيمباثيتك والإيش والباراسيمباثيتك والأهم من ذلك إنه ايش مالها الخلايا تبعينهم ان مايلينيتد تمام هناك كانت ايش مالها مايلينيتد هاي نقطه كثير مهمه ما احنا اتفقنا انه الاتنوميك لما قبل شوي اخذنا التايبس ايش مالهم الاتنوميك ان مايلينيتد يعني الموضوع مترابط اوكي وحكينا مش جروب ونوع الخليه نفسها ملتي بولر سيلز اوكي عامله وشكلها ساتلايت زي النجمه اوكي هناك شكلها زي شكل عين البومة اوكي والنيوكلياس مع انه ما حكاها بس مش جاي سنترال جاي اكسنتريك اكسنتريك اوكي السينابس السينابس اللي حكينا عنه كثير اللي هو انا في عندي بري سينابتك تيرمينال اوكي مع البوست سينابتك هاي ايش اللي هو هنا بيكون موقعه تمام البري سينابتيك تيرمينال اللي هو راح يجيب الامبلسز من السيل بدي ويوديها ايش لا السينابتيك كليفت ومن السينابتيك كليفت راح تروح تبعتها للبوس سينابتيك تيرمينال اوكي ماشي يعني اهم شيء انه السينابتيك كليفت كتير صغير ما بنشوفه الا في الالكترون مايكروسكوب ومش اي الكترون مايكروسكوب نفس الفكرة انه انا بقسم السينابس اللي هي نقطة تواصل الخلايا لاربع اشياء اذا تواصلت الخلية مع الثانية عن طريق الاكسون الدينترايتس اكسو تنترتك اكسو سوماتيك مع السيل بادي اكسو اكسونيك تمام اللي هو مع الاكسون اكسون ونفس الشيء طبعا دكتور حكى انه هذا السلايد كتير احنا بناخده بالبيوكم والفارما يعني تبعون الفارما والبيوكم مش لإنا بس رح ركز على السلايد اللي وراء انه فكرة انه كيف انا بشتغل السينابسس بيجيني النيرف امبلسز تمام بحفز بزود البيرميابيليتي للكالسيوم بالبري سينابتك فبحفز دخول الكالسيوم الكالسيوم بتروح ترتبط في الفيزيكال اوكي الفيزيكال حتروح على الممبرين تتحد معه عشان تطلع ايش النيورو ترانسميتر زي الاسيتيلكولين عشان تروح على البوست سينابتك ممبرين يا تعمل له هايبربولاريزيشن يا تعمل له ديبولاريزيشن اوكي اخر اشي رح يحكي لنا عن الميديكال ابليكيشن اللي هو ايش بيحكي لنا بيحكي لنا انه لو انا صار في عندي دمج للميلين شيث مثلا باوتو اميون ديزيز والمثال اللي عليه اللي هو الملتيبل سكليروسس طيب شو اللي بيصير في عندي في الملتيبل سكليروسس بيحكي لنا انه المايكروغاليا اللي هي اصلا وظيفتها بالوضع الطبيعي نورمال انها بتعمل فاجوسايت للميلين اللي انا ما بدي اياها فإذا أنا في عندي أوتو أميون رح تصير تعمل فاجوسايت للميلين اللي أنا يعني بدي إياها يعني إشي ضروري أوكي فهذا الإشي رح يعمل لي نيورولوجيكال كونسيكونس إذا من ضمن الأمراض اللي ممكن تصير في الميلين إنه يصير في عندي أوتو أميون ديزيز زي الملتيبل سكليروسس بتصير المايكروغاليا تاكل الميلين أوكي تاني إشي المايكروغاليا نفس هاي الخلية اللي بتاكل الميلين اوكي ممكن انه ايش يجيها فيروس يعديها انفكتد باي الاتش اي في اوكي ماشي فيروس او مثلا عدد من السيتوكاين زي الانتركولين 1 يحفزها تمام او عدد من السيتوكاين يحفز ايش تكاثر الفيروس فبرضه نفس الاشي يؤدي ذلك الى انها تعمل فاجوسايت للميلين وتدمر الميلين طبعا اذا دمرت الميلين ما في عندي اشي يحمي للنيورون ما في عندي اشي اذا خرب للنيورون يعمل له ده ريجينيريشن واخر اشي الجاليا سيلز اللي هي ممكن يصير فيها تيومر جايلوما او شواينوماز اوكي ثانك يو